عافية دكتور، الله يعافيك بس فيها. الله يعافيك، بس في صبية أصلا مش مجهزة، كانت التيمز فلسه ما دخلت، ما زبط معها، مفروض ترجع تحكي مع الاي تي. طيب هي بس يعني دلوها زي ما انتم أكيد. اثنين او هلا ثلاثة لسه، القائمة اللي معي في ضايل اثنين او ثلاثة لسه مش داخلين. ممكن سؤال؟ تفضلي. من فضلك، هلا المحاضرات راح تضلها مسجلة على التيمز وبتضلها باقي الفصل مثل العادة؟ يس، راح تكون موجودة كلكم طلاب جداد؟ لا صح؟ في أنا شايف أرقام لا 2017 19 2020 2021، في عندنا واحد اثنين ثلاثة اللي مبينين عندي جدد. هلا جدد أنا أو طالبة جداد؟ جديدة. المادة راح ناخذ المادة أونلاين إن شاء الله. المادة راح نسجل المحاضرات، هلا أنا بلشت تسجيل بالمحاضرة، فالمحاضرة راح تكون مسجلة. راح أنزلها على موقع المادة. طبعا الاختلاف الوحيد للقدامى إنه يعني ما راح تفرق معكم شيء، إلا إنه لما تعمل كليك عليها راح تروح على اليوتيوب. أنا بنزل المحاضرات بالعادة بنزلهم على اليوتيوب، على شانل باسمي على اليوتيوب، فأول مرة بصير عندك، أول مرة بتدخل راح تروح على القناة اللي عندي. هلا عشان تعرف بعدين إنه أي وقت بننزل أي شيء بخص المادة، إذا عملت شو بسموها السبسكريبشن، اشتراك على القناة، بصير أي شيء ينزل على القناة يجيك مباشرة نوتيفيكيشن إنه نزل شيء فتشوفه مباشرة. تمام؟ تمام، يعطيك العافية. تمام دكتور، إن شاء الله. مادتنا إن شاء الله من المواد اللي سهلة نسبياً، لكن فيها جزء راح يكون معتمد إنه نفهمه أولاً ونحفظه ثانياً، أو على الأقل ما راح نحفظه بدون ما نفهمه، والعكس صحيح. فلازمنا شوية متابعة منكم تبذلوا مجهود. طبعاً في بعض المحاضرات راح يكون في زي ما راح أشرح اليوم البداية اللي هي الانترودكشن تبعت المادة، راح يكون في باوربوينت. هلأ مش دائماً بيكون في باوربوينت، أحياناً نرجع للكتاب الموجود معنا. هلأ المادة اللي راح أشرحها اليوم راح تكون من الوحدة الأولى. هلا اكيد ما راح اغطي كل شيء موجود بالوحده، لكن اللي مطلوب منكم كل شيء بالوحده، كل شيء موجود معكم بالكتاب، الكتاب كلكم استلمتوه. هذا الكتاب اللي معنا اللي راح ندرس فيه اللي هو مبادئ الاداره الحديثه، الاستاذ الدكتور حسين حريم. هذا الكتاب اللي راح ندرس منه الماده. فهلا بتوقع انا منكم بعد محاضره اليوم انه تقراوا الوحده الاولى. اي استفسارات عندكم خلال الفصل، بنخلص محاضره، لما نيجي على المحاضره اللي وراها دائما بعطيكم فرصه باخر المحاضره انه اذا حدا بده يستفسر، او بدايه المحاضره اذا حدا بده يستفسر عن المحاضره السابقه في شيء معين بده يستفسر عنه. هلا خلال سير المحاضرات عشان التنظيم وعشان نكون عارفين يعني نمشي بالترتيب والنظام ونقدر نقطع بالماده، اي حدا فيكم عنده سؤال بليز يرفع ايده. بتعرفوا كلكم وين رفعت الايد؟ مزبوط، رفعت الايد على التيم، ترفع ايدك وانا باقرب فرصه بشوف الاسماء قدامي دائما بتكون، فراح اشوف الاسماء وبعدها راح اعطيك فرصه انه تسال اللي بدك اياه. تمام، واضحين؟ ليقدر ان شاء الله لما نقطع شوي اسبوع او اسبوعين بنكون نزلنا الواجب الدراسي في وقته، بنشرح لكم اياه، بنشرح لكم ايش المطلوب منكم بالواجب الدراسي. هلا اليوم راح نبلش بالوحده الاولى زي ما حكيت، راح نبلش نحكي عن مفهوم الاداره، ايش بتعني للاداره؟ بهذا الوحده وهي الدرس بدنا نفهم مصطلح الاداره، بدنا نفهم شو يعني منظمه، كثير راح نذكر احنا بالكتاب تبعنا من الفصل من بدايته لنهايته راح نكون بنذكر بهي المصطلحات، مصطلح نحكي عن منظمة، نحكي عن إدارة. اليوم تحديداً بدنا نتعرف على أهداف الإدارة، نعرف إيش يعني أهداف الإدارة، الإدارة لإيش بتهدف. بدنا نعرف إشي، إنه هل الإدارة هل هي علم أو هل الإدارة فن؟ هل الإدارة علم أو فن؟ طبعاً هذا عبارة عن نقاش طويل، في ناس بيعتبروا الإدارة علم، وناس بيعتبروا الإدارة فن، وناس بيعتبروا إنه الإدارة عبارة عن مزيج بين العلم والفن. كمان بدنا نعرف على المصطلح المدير اللي احنا بنسمعه دائما، مدير، ايش هو هذا المدير؟ يعني شو تعريفه هذا المدير؟ شو هي العمليات اللي بيقوم فيها؟ شو الشغل اللي بيشتغله المدير؟ كمان بدنا نعرف انه هذا مصطلح المدير
هل هو مصطلح واحد كلمة واحدة تطلق على كل المدراء اللي موجودين، ولا في أنواع مختلفة من المديرين الموجودين؟ ونتعرف طبعا في أنواع مختلفة، ومن نتعرف على كل واحد من هالمديرين اللي موجودين، من نتعرف عليه ومن نتعرف على نوع المهام أو نوع الواجبات اللي بيقوم فيها داخل هالمنظمة. ولاحظ أنه صرت ذاكر المنظمة بأكثر، وحتى وإحنا بنحكي عن المصطلحات صرنا ذاكرين المنظمة بأكثر من مكان. لو جينا سألناكم إيش بنعني لما نعني منظمة أعمال؟ What does it mean؟ شو المعنى تبعها لما أحكي منظمة أعمال؟ حدا عنده فكرة من عنده إيش يعني منظمة أعمال؟ شو بيعني لي لما أحكي منظمة أعمال؟ إيش بيعني منظمة أعمال؟ استنى بنتظر حدا فيكم يرفع ايده ولا شيء؟ ما حدا بيعرف شو يعني منظمة؟ تفضل يا لؤي. يعطيك العافية دكتور. هي مجموعة يعني من الأنظمة، عبارة عن يعني بشر و حلو، بشر، في بني آدمين، أفراد، أفراد يعني بالضبط، وأنظمة أو أنظمة وقوانين بالضبط بيمشوا عليها الناس هاي، يعني على المنظمة هاي، في عائد، في وين بيشتغلوا هدول الناس؟ وين بيكونوا؟ وين بيكون مكان تواجدهم؟ جميع الشركات، جميع الأماكن في إدارة وفي منظمات. جميع الأماكن. لما نأخذ منظمة واحدة، افرض إنه أنا اخترت أي منظمة، منظمة وسميها، هسمي هاي المنظمة منظمة إكس. أفراد هاي المنظمة وين بتواجدوا؟ في بيئة واحدة أو موقع واحد. بيئة واحدة أو موقع واحد، يعني في مكان بيجمعهم هذول الناس، رايت؟ شو بيسووا هذول الناس اللي موجود؟ كلهم بيكونوا يشتغلوا نفس الشيء، ولا بيكون لهم أشياء مختلفة، تخصصات مختلفة؟ لا، كل واحد له تخصصه وله شغله. كل واحد له تخصص، وإذا صار عندنا أكثر من واحد له نفس التخصص، بنشوف إنه هذول الناس بنجمعوا بدوائر، مزبوط؟ عشان هيك بندخل على مؤسسة معينة أو منظمة معينة، بنلاقي الناس اللي بيشتغلوا بالمحاسبة مثلا، دائرة المحاسبة بنلاقي فيها ثلاث أو أربع أشخاص كلهم محاسبين، مزبوط؟ لكن لهم دائرة واحدة. هلا الناس اللي بيشتغلوا بالتصميم مثلا بيكونوا داخل نفس المنظمة، لكن مكاتب التصميم ما بعد المصممين مع المهندسين مع المحاسبين. لما نطلع إنه في عندنا مهندسين بالشركة، المهندسين لهم كلهم متخرجين من كلية الهندسة، لكن بيكون مكان تواجدهم موجودين كلهم داخل المنظمة، لكن مكان تواجدهم بيختلف عن مكان تواجد المحاسبين أو المصممين. فلو اطلعنا على المنظمة كتعريف بسيط للمنظمة، بنطلع على المنظمة بيحكي لنا عن المنظمة بأبسط تعريفها، عبارة عن تركيبة أو مجموعة من الأفراد، هذول المجموعة من الأفراد يعملون معا بتقسيم معين. لاحظ التقسيم المعين هذا في هدف عندنا من وراء هذا التقسيم المعين، أو حتى من وراء وجود هذول الأفراد، مجموعة الأفراد من وراء وجودهم مع بعض. الهدف عندنا إيش؟ الهدف إنه هذول الأفراد يعملون معا بغرض تحقيق هدف مشترك. فبنلاحظ إنه في عندنا مؤسسات، مثلاً لو سألت حدا من اللي فيك الموجودين، دانا إيش تشتغلي يا دانا؟ دانا موجودة معنا؟ آية. نعم دكتور. آية تشتغلي؟ لا. لا. طيب مين بيشتغل فيكم؟ أنا دكتور. إيش بتشتغل؟ إيش المؤسسة اللي أنا بتشتغل؟ مؤسسة تكنولوجيا ومعلومات. إيش اسم الشركة اللي أنت بتشتغل فيها؟ ITS. طيب إيش الهدف من الشركة؟ ليش تشتغل؟ ليش بتروحوا كل يوم على الشركة؟ شو المخرجات اللي بتطلعوا فيها من الشركة؟ حل المشكلات تبعون البنود طبعاً، اللي هي بالنسبة للATM ماشين. تمام، يعطيك العافية. لاحظ إنه هاي كل الناس اللي موجودين بهالمؤسسة بغض النظر عن تخصصاتهم، في عندهم هدف مشترك، لازم يحلوا المشاكل اللي موجودة بالATM اللي موجودة بالبنود. فلاحظ إنه هذول الناس بغض النظر عن تخصصاتهم طبعاً، في عندهم بيكون عندهم ناس بالاي تي، في عندهم ناس بيشتغلوا بالبرمجه، في عندهم ناس بيشتغلوا بالماركتنج،
في ناس بيشتغلوا بإيش كمان، في محاسبين بالشركة، لكن الهدف الأساسي للشركة، هدف وجود الشركة، ليش هاي الشركة موجودة؟ عشان تحل مشاكل الـ ATM. إذا الـ ATM بطل يشرب أو هاي الشركة بطلت تقدر تلاقي حلول للمشاكل الموجودة بالـ ATM، ما بيضل في داعي لوجود. تمام؟ صحيح. لاحظ أنه هذا ببساطة لما نتطلع على تعريف أي منظمة بشكل عام، أنا ما بحكي عن منظمة معينة، بحكي عن منظمة بشكل عام، أي منظمة موجودة هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن مكان بتواجدوا فيه مجموعة من الأفراد، هاي مجموعة من الأفراد كل واحد فيهم بيشتغل لوحده، بيشتغلوا مع بعض، بتقسموا ضمن تقسيمات معينة راح ندرسها بوحدة لحالها، التقسيمات الإدارية أو تقسيم الشركة. الهدف من هاي التقسيمات والهدف من وجود الأفراد إنه هدول الأفراد يعملوا على تحقيق هدف معين لهالشركة. فلو لاحظنا بعض الأمثلة على المنظمات، لاحظ إنه لما أطلع على منظمة، المصنع عبارة عن منظمة، المصنع بغض النظر هذا المصنع إيش بصنع، الجامعات والمدارس عبارة عن منظمات، مكاتب الاستشارات عبارة عن منظمة، المكتبة عبارة عن منظمة. فلاحظ إنه لما أخذ مثال بسيط، أطلع على المصنع، إيش الهدف من وجود أي مصنع؟ المصنع بده ينتج منتجات استهلاكية أو صناعية أو زراعية، في له منتج معين، مخرج معين وجد من أجله هذا المصنع. طول ما هو هذا المنتج موجود وإله هذا المنتج إله زبائن في السوق، طول ما هذا المنتج عماله بنباع معناته في ربح، معناته في ناس راح تضل تشتغل وهي المنظمة راح تستمر. متى بتوقف هاي المنظمة؟ توقف إذا ما كان في عنا عميل أو زبون لهذا المنتج اللي أو المخرج اللي بتقدمه هاي المؤسسة. سيمتنج لما نتطلع على مثال آخر، مثال سريع زي الجامعات والمدارس، شو الهدف من وجود الجامعة أو المدرسة؟ إيش الهدف من وجود الجامعة أو المدرسة؟ خدمات تعليمية دكتور. بيقدموا خدمات تعليمية، الهدف عنده بيخرجوا طلاب، مظبوط؟ فأي جامعة أو أي مدرسة راح تظل موجودة طول ما في عندها طلاب، هاي الطلاب بتعلمهم، بنتقلوا من مرحلة لمرحلة أخرى، الطالب اللي بنتقل بيكبر بيجي طالب أصغر منه وهكذا بتستمر. فالمخرج تبعهم عبارة عن خدمات تعليمية بيقدموها للزبائن المختلفين الموجودين بهذا السوق. هلا كمان بدنا نتطلع على بعض أنواع المنظمات بشكل عام، نتطلع على بعض أنواع المنظمات وتحديدا نتطلع على المنظمات. لما نيجي نقسم المنظمات ممكن نقسمها بشكل عام، نقسم المنظمات لقسمين مختلفين. أول قسم من أقسام المنظمات نحكي عن منظمات ذات هدف ربحي، المنظمات التي تعمل منظمات تجارية والهدف الأساسي إلا بغض النظر عن المخرج اللي بتقدمه، في عندهم هدف يعملون من أجل الربح، في عندهم ربح راح يطلع عندهم، في ناس تستثمروا أموالهم اللي هم أصحاب هالمنظمات، راح أصحاب المنظمات أو المستثمرين في المنظمات راح يستثمروا داخل هاي المنظمات، وبالتالي هاي المنظمات بنسميها منظمات ذات هدف ربحي. النوع الآخر من المنظمات اللي هي منظمات ذات هدف غير ربحي، اللي هي منظمات اللي هي زي اللي احنا بنشوفها الجمعيات مثلا، جمعيات الخيرية، جمعيات رعاية الأيتام مثلا كمثال، أو جمعية رعاية المسنين. في منظمات أخرى عشان مثلا يساعد الناس يوقفوا عن التدخين، أو إذا في عندي مشكلة اجتماعية معينة في بلد معين ممكن يكون في عندي منظمة بتقدم للناس خدمات، لكن هاي الخدمات اللي بتقدمها المنظمة عبارة عن خدمات مجانية، ما بتلقوا الناس ما بيدفعوا ثمن ما بيدفعوش ثمن الخدمات اللي بتتقدم. تمام؟ فلما أطلع على المنظمة ممكن أطلع على المنظمة إني أقسم المنظمات إلى قسمين، منظمة ذات هدف ربحي، منظمات ذات هدف غير ربحي. تمام؟ المنظمات الربحية زي أي منظمة بنطلع عليها، منظمة تجارية، مؤسسة تجارية، شركة تجارية، الهدف الأساسي منها إنه في عندها منتج وهذا المنتج بتقدمه بتتقدمه في السوق، وبالنهاية في له زبائن راح يشتروه، في عنا هدول الزبائن راح يشتروه، في عنا إشي بنسميه اللي أنتم متعودين تدرسوه بالمحاسبة الكوست، أو شو بنسمي الكوست اللي هي عبارة عن التكلفة، في عنا تكلفة، في هامش ربح بيشتغلوا بهامش ربح معين، هذا هامش الربح بنسمي هاي المؤسسات بنسميها لأنه عندها هامش ربح بنسميها مؤسسات ربحية. طب هلا السؤال نسأله، إذا حكينا عن المنظمات، المنظمة اللي ذات هدف غير ربحي، هاي المنظمات الناس اللي بيشتغلوا فيها بيكونوا يشتغلوا فيها يعني ما بتقاضوا أجور؟
هذا اولا السؤال الاول، هل يتقاضوا اجور ولا لا يتقاضوا اجور؟ والسؤال الثاني انه هم بيقدموا لنا منتجات، هل هاي المنتجات احنا بناخذها كزبون هاي المؤسسه اللي عندها اهداف غير ربحيه، بناخذ احنا هاي المنتجات ب بناخذ هاي المنتجات ببلاش ما بندفع ثمنها؟ من وين هاي المؤسسات؟ كيف هاي المؤسسات بتستمر؟ الموظفين اللي بيكونوا بهاي المؤسسات بياخدوا أجر بسيط، وهاي المؤسسات بتتكون من خلال تبرعات أو جهات معينة بتدعمها. تمام، خلينا بس نحط يعني نحط خط تحت باخذوا أجر بسيط، ما نتفقش معه لأنه مش دائما هذا حالات. نعم. لكن نعم. ناخذ الجزء الثاني من الإجابة اللي زميلتكم حكت لنا إياها، اللي تحكينا أنه هاي المؤسسات بيكون لها في حدا في تبرعات، يعني معناته انه راس المال اللي بيجي للمؤسسه هي بيكون عباره عن ايش؟ عن تبرعات، اما بتكون مؤسسات مدعومه من الحكومه مثلا، او مدعومه من منظمات مختلفه من حكومات مختلفه، او بتكون قائمه على التبرعات، انه الناس بتبرعوا ناس بتبرعوا لهالمؤسسات بفلوس مقابل انهم يقدموا هالخدمات للناس الاخرين، الناس اللي محتاجين. هلا موضوع انه الناس اللي بتقاضوا فيها بتقاضوا اجور بسيطه مش صحيح دائما، احيانا يكون هذا حاله، لكن مش صحيح لانه في مؤسسات كثير، مؤسسات غير ربحيه، لكن الناس اللي بتقاضوا رواتب عاليه، لان الناس اللي بيشتغلوا فيها مش تطوع، بتكون هي مهنته، هذا الشخص اللي بيشتغل فيها مهنه، فهو عباره عن موظف في شركه تقاضى راتب، بس مصدر الراتب اللي بتقاضاه نفس المصدر اللي بدعم المؤسسه، اما بيكون مصدر الرواتب جاي من مؤسسات داعمه من افراد داعمين، او بيكون من خلال منظمات دوليه مثلا زي اللي احنا بنشوفهم بنسمع فيهم كثير هلا، مصطلحات الان جي اوز، المنظمات غير الربحيه اللي تدعم من قبل المنظمات الدوليه، وشفنا بجوز باخر سنوات بالاردن كثير من هاي المنظمات غير الربحيه. واضح؟ ممكن تكون تقدم مساعدات انه عادي بتاخذ فلوس وكل شيء، بس الفلوس هاي اللي بتجيها انها تدفعها مساعدة. طبعا، بس يعني في جزء الرواتب عشان يعني ما حدا يختلط عليه الموضوع، باخذوا رواتبهم، يعني بيكون في جزء مصاريف هاي المؤسسه الغير ربحيه، جزء مصاريف، والجزء الاخر بيساعدوا في المحتاجين او الهدف اللي قامت من اجله المؤسسه. تمام، اي سؤال لحد الان؟ وضح عندنا شو يعني منظمه وشو أنواع المنظمات لحد الآن، رايت؟ أي استفسار؟ نعم دكتور. هلا بدنا نيجي على إيش؟ بدلنا نحكي عن مصطلحات اليوم فقط، منعرف المصطلحات، بدنا نشوف مادتنا اسمها الإدارة، صح؟ مبادئ الإدارة. إيش يعني إدارة؟ إيش بتعني لما نحكي عن عملية الإدارة؟ إيش بيعني لكم لما نسمع كلمة الإدارة؟ مصطلح الإدارة بشكل عام إيش بيعني؟ تنظيم قوة القرار. قرار دكتور. كمان مرة مين؟ علاء؟ نعم دكتور. تفضل، كمان مرة ما سمعناه. سلطة اتخاذ القرار أو قوة القرار بشكل عام. سلطة اتخاذ قرار، يعني الإدارة بتضمن قرار، ممكن نطلع عليه بعض الأشياء اللي هي بعض الوظائف اللي موجودة بالإدارة، سلطة اتخاذ القرار أو اتخاذ القرار بشكل عام. إيش كمان؟ تنظيم الأعمال. تنظيم أعمال، يعني في عندنا الإدارة بتقوم بعمل تنظيم، صح؟ اسمها إدارة، شو يعني إدارة؟ يعني أنا بتنظم، وهي من أهم الوظائف اللي موجودة بالإدارة. إيش كمان؟ تخيل هسا وأنت موجود بشغلك، شركتك بشغلك، في عندك عملية إدارية، في إدارة موجودة بالشركة، إيش بيساوي هاي الإدارة اللي موجودين؟ ترى هم بيخططوا وبينظموا، تنسيق، بيوجهوا ورقابة. يعني في عندهم جزء من عملهم تخطيط، بيخطط لك ايش بدك تعمل اليوم وايش بدك تعمل مديرك، بعطيك خطه او يعني بعطيك مخطط، دائما المفروض يعطيك مخطط ايش لازم تعمل انت اليوم والواجبات اللي لازم تقوم فيها اليوم، شو لازم تعمل بعد اسبوع باخر الشهر، شو لازم تكون عامل. نعم. شو كمان بيعمل الناس اللي بالاداره؟ تنظيم وتوجيه. يعني دكتور بستغل الموارد الموجوده عندي عشان احقق الهدف اللي من اجله المؤسسه او الشركه. استغل الموارد. ايش الموارد اللي موجوده؟ هلا خلينا نيجي نحكي عن الموارد، انه الاداره الناس اللي موجودين بالاداره هم ناس بيستغلوا الموارد، شو انواع الموارد الموجوده عندنا بالحياه؟
ممكن تكون موظفين، أموال. لاحظي، موظفين يعني عمالنا بنحكي عن موارد بشرية، أموال عمالنا بنحكي عن موارد، عبارة عن موارد مالية. شو كمان عندنا في الشركة أشياء بلزمها إنه نعتبرها عبارة عن مدخلات لعملية الإدارة؟ شو أنواع، شو كمان في عندي موارد أخرى؟ عندي حكينا عن بشر، موارد بشرية، وحكينا عن مال. الآلات الآلات والمعدات اللي هي عبارة عن، نقدر نحكي عنها الأشياء المادية، الأشياء الملموسة داخل المؤسسة، البناية المؤسسة كمان. مش المدير مسؤول عن البناية اللي موجودة بالمؤسسة، موجود عن الآلات اللي موجودة، مسؤول عن المكاتب اللي موجودة داخل المؤسسة. شو في كمان عندنا شيء كمان من الموارد اللي نقدر نعده من الموارد اللي موجودة اللي بيحاولوا يستغلوها المدراء؟ في عنا كمان المعرفة المتراكمة اللي هي بتكون خبرات الأشخاص الموجودة عنا بالمنظمة. ممتاز. مين اللي حكى الموارد؟ إيش اسمك؟ سماح. سماح، طبعاً عشان ما يكون السر عندكم، في عندكم علامات مشاركة وعلامات كوزات ومشاركة. أنا بعطي العلامات ده عادةً بأغلب الأحيان بعطيهم أنا خلال المحاضرات للناس اللي بيشاركوا والناس اللي بيجاوبوا. فهي أول حدا عندنا سماح خالد، صح؟ آه مزبوط. هي مساهماتك اليوم هيك لحد اليوم صرت زائد واحد، تمام؟ إجانا علامة زيادة اليوم، تمام؟ فهذا اللي عبارة عن، لاحظوا حكينا عن موارد. فالإدارة لو بدي أطلع على الإدارة، بدي أطلع على الإدارة هلأ زي ما اطلعت على مين؟ زي ما اطلعت على تعريف المنظمة، أحاول أعمل عبارة عن عملية بريك داون أو عملية تجزيء. شو يعني معنى الإدارة بالنسبة لي؟ لما حدا يجي يحكي لي أنت هلا بتدرس مادة الإدارة، شو هالإدارة هاي؟ الإدارة عبارة عن إيش؟ عبارة عن عملية استغلال محكم لكافة موارد المنظمة. لاحظ كلمة استغلال محكم لكافة موارد المنظمة. هلا بدنا نحط خط تحت إيش؟ نضع خط تحت عملية استغلال محكم. هاي إلها معنى الاستغلال المحكم. هلأ راح نفسر شو يعني الاستغلال المحكم، شو يعني نعني بكلمة استغلال محكم. كافة موارد المنظمة، هاي الموارد اللي هلأ كنا نعد فيهم، في عندي موارد بشرية، في عندي موارد مالية، في عندي موارد مادية، وفي عندي آخر شيء اللي حكته زميلتكم المعرفة، نقدر نحكي عنه موارد معلوماتية، استغلال المعلومات كمان. في شركات كثير ما عندها ولا شيء من، ما عندها غير معلومات، ما بتبيعنا غير معلومات، زي مكاتب الاستشارات مثلا. ايش المنتج اللي بيقدموه لنا؟ شو المخرج لما انت تروح على مستشار او تجيب مستشار؟ ايش راح يعطيك هذا المستشار؟ ما راح يعطيك شيء غير معلومات تفيدك عشان انت تستمر بالعمل اللي انت بتقوم فيه. فلاحظ هذا عباره عن تعريف عمليه الاداره، عمليه استغلال المحكم لكافه موارد المنظمه. هلا كيف تتم هاي العمليه؟ كيف تتم عمليه الاداره؟ تتم عملية الإدارة، عملية الاستغلال المحكم للموارد، تتم من خلال عملية تخطيط، عملية تنظيم، عملية صنع قرار، عملية قيادة، وعملية إيش؟ عملية كمان عملية رقابة. فلاحظ إنه هذا التعريف كمان إيش بعطيني؟ مش بس بعطيني تعريف الإدارة، كمان بعطيني أهم الوظائف اللي بيقوموا فيها المدراء. فعلى عمالنا بنحكي عن الإدارة عبارة عن عملية، وهي العملية فيها استغلال محكم للموارد المنظمة. كيف نستغل احنا هاي الموارد، او كيف يعني نتاكد انه احنا عاملين استغلال محكم للموارد؟ من خلال القيام بعمليه تخطيط وتنظيم، صنع قرار، من خلال قياده المؤسسه او المنظمه، من خلال الرقابه على المؤسسه والرقابه على الناس العاملين داخل المؤسسه. شو الهدف عندي من خلال قيامي بهالعمليات المختلفه؟ الهدف عندي واحد، انجاز اهداف المنظمه. في عندي اهداف بالنهايه للمنظمه. شو هي أهداف المنظمة؟ هي عبارة عن المخرجات اللي المؤسسة راح تقوم فيها أو اللي راح تقدمها بالسوق. شو معنى كلمة استغلال محكم؟ إيش بيعني لي كلمة استغلال محكم؟ تعني عملية الاستغلال المحكم، تعني إني أنا أمارس عملية الاستغلال بكفاءة وفاعلية. نسمع مصطلح الكفاءة والفاعلية، مزبوط؟ في حدا فينا ما سمع مصطلح الفاعلية؟ انه انا بدي استغل هالموارد الموجوده، بدي اخطط وانظم واصنع قرار واقود واعمل رقابه داخل المؤسسه عشان استغل هالموارد الموجوده عندي. بس في عندي شرط، عشان انعد انا عمليه الاداره تبعتي تكون ناجحه، او انا انعد مع
المدراء الناجحين لازم تكون العمليات اللي انا بقوم فيها اقوم فيها بكفاءة وفاعلية. طبعا السؤال اللي وراه، هل الكفاءة والفاعلية شيء واحد ولا بيختلفوا عن بعض؟ لا بيختلفوا دكتور. اختلف، في اختلاف بينهم. راح اسالكم عنه هلا، راح نوضحه احنا بالسلايد القادم او اللي وراه ايش بيعني، ايش بيعني لنا كل مصطلح لوحده، شو يعني معنى كفاءة وشو يعني معنى فاعلية. هي من الاشياء اللي هلا بدها تصير المفروض بعد اليوم تصير من الاشياء البديهيات، انه احنا بنستخدم كلمه كفاءه وفاعليه، وفي كثير من الناس ما بيميزش شو يعني كفاءه وشو يعني فاعليه. كثير من الناس بظن انه الكلمتين بنحطهم بس مع بعض وبعطوني نفس المعنى. تمام. هلا هذا تعريف الاداره. لو باختصار بدي اطلع على تعريف الاداره بشكل رسم، على شكل رسم، لاحظ في عندي مدخلات، في عندي عمليه اداره، وفي عندي تحقيق اهداف. فالاداره عباره عن شو من هالثلاث مستطيلات، ثلاث مربعات الموجوده عندي، بقدر انا اطلع على الاداره. هي الاداره عباره عن عمليه فيها تحويل مدخلات، في عندي مدخلات معينه بستغلها بكفاءه وفاعليه من خلال القيام بعمليات تخطيط، تنظيم، قياده وصنع قرار والرقابه. فاختار اللي بدك اياه. اذا بالرسم هيك ترسم، هذا تعريف للاداره بالرسم، وهذا تعريف للاداره بالكلمات ترجمه للرسم اللي موجود. بعض اهداف الاداره لما نطلع على المخرجات، طبعا احنا حكينا هنا بشكل عام نحكي عن تحقيق الاهداف، بدنا نعرف ايش بعض اهداف الاداره، لايش بتهدف الاداره. لاحظ من اهم الاهداف اللي موجوده لاي اداره، لاي اداره باي منظمه، توظيف الامثل لموارد المؤسسه، يعني استغل موارد المؤسسه الموجوده بشكل مثالي. يعني اذا بحكي عن موارد بشريه فمعناته انه لازم يكون عندي الموظف المناسب في المكان المناسب، ما يكون عندي موظفين زيادة بالشركة، كمان ما يكون عندي موظفين نقص بعدد الموظفين. انت تختار كمدير واحدة من الوظائف اللي موجودة عندك، الوظائف المهمة، انه تعمل توظيف، التوظيف الامثل للموارد البشرية الموجودة داخل، اللي محتاجها انت داخل المؤسسة. فانت هاي وظيفتك تعرف كم حدا لازمني بدائرة المحاسبة، كم حدا لازمني بالدائرة الهندسية، بدائرة العمليات، كم حدا لازمني بالمبيعات، بالتسويق. هذا شغلك انت تعرف حدا كم حدا لازمك بالصيانة. هذا شغلك انت كمدير تشتغل على بناء على حجم الشركة الموجودة عندك، تحدد الناس اللي انت محتاجهم. كمان عندي لما احكي عن موارد، مش بس بحكي عن موارد بشرية، عن موارد مالية. ايش الموارد المالية الموجودة عندي، كيف اصرفها ومتى اصرفها ولشو اصرفها، شو المنتج اللي اصرف عليه وشو المنتج اللي ما اصرف عليه، شو في منتج انا ممكن استمر فيه، شو في عندي منتجات ممكن اوقفها داخل المنظمه اللي انا موجود بداخلها. كمان من اهداف الاداره احقق النتائج المرسومه للمنظمه بكفاءه. ما راح نفسر الكفاءه هلا، راح نفسرها بعدين شو يعني بكفاءه، بس على الاقل انه زي ما حكينا بالبدايه بالمنظمه، اي منظمه في لها اهداف، في نتائج معينة، وظيفتك أنت تحقق هاي النتائج. تحقيق الفعالية للمؤسسة. هلأ راح نفهم بعدها بشوي، راح نفهم شو يعني كفاءة وشو يعني فاعلية. كمان من الأهداف الرئيسية لعملية الإدارة أو للمدراء بشكل عام، ضمان ديمومة المنظمة والرفع من قدرتها التنافسية. أضمن إنه هاي المؤسسة تستمر لوقت طويل، زي ما بنشوف شركات هلأ، بتشوف شركة عمر الشركة 20 سنة أو 30 أو 50 سنة. شو اللي خلى هاي الشركة تستمر 20 سنة؟ وشو اللي خلى شركات أخرى بتطلع بالسوق بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين هاي الشركة بتفلس أو تطلع من هذا السوق؟ إذا كان عندي إدارة جيدة، الإدارة الجيدة واحدة من الوظائف دائماً يكون في عندها نظرة للمستقبل البعيد، مش بس نفكر بالمستقبل القريب، بنفكر كمان بالمستقبل البعيد انه احنا نستمر في المؤسسه. كمان من الاهداف الاساسيه للاداره انه ارفع الحصه، رفع مستمر لحصه المؤسسه من السوق. نسمع احنا عن الماركت شير او حصتك بالسوق، وظيفه من الوظائف الاساسيه للاداره وللمدراء انه دائما يكون في عندهم حرص على زياده الحصه، زياده حصه المؤسسه في السوق. واضحين اهداف الاداره وتعريف الاداره؟ تمام دكتور. هلا بدنا نميز انه لما نعرف الاداره، وبدنا نميز لما نسالك ايش وظائف الاداره. شو وظائف الاداره؟ دكتور
ايش هي الوظائف الاداريه او الوظائف التي تقوم بها الاداره؟ تفضلي يا في دكتور عندنا التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه. هاي هي وظائف الاداره، تخطيط، تنظيم، قياده، صنع قرار، رقابه، هذول عباره عن عمليات الاداره المختلفه، العمليات الاداريه المختلفه. هاي هي عبارة عن العمليات الإدارية أو وظائف الإدارة. يعني السؤال لو حدا سألني إيش المدير بيعمل، هذا هيك المدير بيعمل. المدير بخطط، بنظم، بقود، بصنع قرار، براقب، تمام؟ أما لما حدا يسألني إيش تعريف الإدارة، ببساطة الإدارة هي عبارة عن إيش؟ تحقيق الأهداف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة داخل المؤسسة من خلال القيام بوظائف إدارية مختلفة. وأرد الباب. تفضل. وضح الفرق بين شو يعني لما نحكي إدارة وشو يعني لما نحكي وظائف إدارة؟ إن شاء الله. ننتقل لبعض المصطلحات اللي ذكرناها وحكينا رح نرجع عليه. أول واحد اللي هو بدنا نحكي عن إيش؟ عن الفعالية effectiveness، مش حاططها بالعربي أنا. الإفكتيفنس اللي هي ايش؟ لما نحكي عن الفعاليه. ايش يعني لما نحكي عن بني ادم فعال؟ هسه انا لو اجي احكي عن حدا عنده فعاليه عاليه، شو يعني فعاليه عاليه؟ ممكن لما انه عنده نوع من المشاركه. ارفعوا ايديكم عشان اعطيكم فرصه ما تقاطعوا بعض يعني. تفضل يا اماني. هلا ممكن دكتور انه بيسلم مهامه بالوقت المحدد. بالوقت ممكن. المحدد. اوكي. مين كمان عندنا كان سعاد؟ يعني قادر على تحقيق الاهداف. قدره على تحقيق الاهداف. طب انا لما اوكي خليني اخذ ناس ثانيين. سماح كانت لؤي. سماح ممكن إنه هو عنده روح المشاركة والتعاون، فبينجز مهامه بأسرع وقت ممكن، وبنفس الوقت بيكون يعني إنجازه للمهام بيكون بشكل صحيح. كمان لؤي بتحمل ضغط العمل. بتحمل ضغط العمل. طيب نطلع على الفعالية عشان ما ننساها، وعشان نقدر نميز بين الفعالية. هلا لما نحكي عن الفعالية ونحكي عن الكفاءة، هلا الفعالية ببساطة لما أحكي عن حدا فعال، لما أحكي عن إنسان فعال، شو يعني بعني بكون بعني بالإنسان الفعال؟ إنه هذا البني آدم إما إنه بوضع أهداف لنفسه، أو لاحظ بوضع أهداف لنفسه، أو حدا آخر ممكن يوضع له أهداف، لكن هو هذا الشخص لما نعطيه أهداف، نعطيه 10 أهداف، نرجع عليه منلاقي انه هذا الشخص حقق ال10 اهداف. فايش بنحكي عن هذا الشخص اللي حقق ال10 اهداف؟ بنحكي عن فعال. وشو نسبة الفعالية تبعته بتكون؟ عالية. لاحظ لو بدي اعطيها برسنتج، اعطيها نسبة، عندي شخص اعطيته 10 اهداف، 10 واجبات يقوم فيها، ورجعت عليه بعد فترة، رجعت عليه بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر، ما حددت له مدة معينة، او حددت له مده معينه، مثلا حددت له اسبوع، ورجعت عليه بعد اسبوع لقيتهم اعطيته 10 اهداف، لقيتهم ال10 محققهم. فبهي الحاله شو بحكي عن هذا الشخص؟ بحكي عنه فعال بنسبه 100%. اذا رجعت عليه ولقيته محقق 6 من ال10، هذا الشخص بيكون فعال. قديش نسبه الفعاليه تبعته؟ 60%. 60% لانه حقق 6 من 10. اذا حقق هدف بيكون عباره عن 10%. هذا اللي بنقصده بالفعاليه. تمام؟ لما نيجي نحكي عن حدا، هلا نخش بالمصطلح الثاني قبل ما نيجي على الشروط الاهداف اللي بدنا نحطها، نحكي عن الكفاءة. ايش بتختلف الكفاءة عن الفاعلية؟ دور الكفاءة اتوقع بتتلخص في القرارات مش في الوقت الحالي او المستوى الشخصي. اوكي. كمان ايش لما نحكي عن حدا دور الشخص اللي هو موجود في هاي المكان، انه هو كفو انه يخلص هاي الشغلة او هذا العمل اللي بيقوم فيه. شوف الفرق بينهم بسيط جدا. الفرق بينهم هلا الشخص الكفو هو شخص فعال.
تمام. الشخص لما احكي عن حدا انه حدا عنده افشنسي عالي او عنده كفاءه عاليه، على طول لازم نفهم انه هذا الشخص فعال. طب شو الفرق بينه وبين الشخص الفعال؟ ليش ما نحكي عنه فعال وبس ونلغي مصطلح الكفاءه؟ اللي بيختلف شغله بسيطه لما نحكي عن حدا عنده كفاءه عاليه، انه هذا الشخص بيحقق الاهداف لكن بيحققها مع الاستغلال الامثل للموارد المتاحه. تمام؟ تمام. يعني حدا لما احكي عن حدا كفؤ معناته انه هذا الشخص هو بيكون فعال بحقق الاهداف، لكن بزيد على تحقيق الاهداف انه بيكون في عنده استغلال امثل للموارد. يعني مثلا الشخص الاول الفعال ممكن اعطيه وظيفه معينه، يروح هذا الشخص انا اعطيه واحكي له انت حر التصرف، كيف بدك تنجز لي؟ انا المهم انك تنجز لي اياها، مضبوط؟ هذا الشخص يروح ينجز لي اياها، لكن يروح يستخدم مثلا 1000 دينار عشان يعمل هاي العمليه، ويستخدم له 3 موظفين معه. هلا انجز العمليه، شو بنحكي عن هذا الشخص؟ بنحكي عنه فعال، لانه انت اعطيته هدف معين، وظيفه معينه، هدف معين، وانجز لك اياه ب 1000 دينار وثلاث شغيل. اجي على واحد ثاني زي لؤي مثلا، احكي له اعطيه نفس الهدف اللي موجود اللي اعطيته لسماح مثلا. سماح انجزته ب 1000 وانجزته بثلاث شغيله معها او ثلاث موظفين. اعطي هذا نفس الهدف اعطيه للؤي، يجي علي لؤي الاقي لؤي منجز هذا العمل ب 500 دينار ومشتغل هو وكمان واحد فيه بس. بهي الحاله شو بنحكي عن لؤي؟ شوفوا عن لؤي عنده كفاءه عاليه، ليش الكفاءه؟ كفاءته اعلى من سماح بنصير نحكي عنه. لانه ما استغل الموارد. كفاءه لؤي اعلى من سماح، ليش؟ لانه لؤي انجز اللي انجزته سماح، لكن كان عنده استغلال افضل للموارد الموجوده، سواء الموارد الماليه او الموارد البشريه، عملوا باقل من الموارد موارد ماليه اقل، وعملوا بموارد بشر عملوا بموارد ماليه اقل. وضح الفرق بين الكفاءه والفاعليه؟ وضح دكتور. اكيد هاي من الشغلات اللي رايحين نعتمد عليها لاول مره بنفسرها، وبعدين بتصير نفترض انه ايش؟ انه المصطلحين واضحين. في حدا ما فهمش المثال، في حدا ما فهمش اشي، ارجع اعيده مره ثانيه. تمام واضح. طيب هلا لما اجي احكي عن اهداف، وهذا راح نرجع له كمان في اكثر من مكان، خصائص الاهداف الجيده. متى انا باجي بحكي عن هدف انه هذا الهدف هدف جيد؟ في شروط معينه لازم تتوافر بالهدف عشان هذا الهدف يكون هدف جيد. اولا انه الهدف يكون محدد. يعني انا احكي لحدا زي المثال اللي انا معطيكم اياه هلا، الرفع من حصه السوق، اجي احكي للموظفين اللي عندي انا الهدف اللي عندكم هلا ترفعوا لي حصه المؤسسه او الحصه السوقيه للمؤسسه اللي احنا موجودين فيها. اذا حكيت هيك وسكت شو يعني معناته؟ صار المعنى مبهم. ممكن حدا يفهم انه نرفع الحصه تبعتنا 1% مقبول، وواحد يفهم انه 100% مقبول، واحد يفهم انه اذا رفعنا 50% معناته راح نكون بمشكله. كل ما كان الهدف محدد، كل ما هذا الشيء راح يساعدنا بشو؟ راح يساعدنا انه نحقق ونكون احنا فعالين ونكون كفؤ بتحديد هذا الهدف. فهذا اول صفه من مواصفات الهدف، انه الهدف لازم يكون محدد. الصفه الثانيه او الشرط الثاني للهدف انه هذا الهدف لازم يكون قابل للقياس، بمعنى انه عندي طريقه اقيس هذا الهدف، عندي طريقه قبل وبعد، كيف كنا قبل، كيف صرنا بعد، في عندنا هدف معين بدنا نشتغل عليه، كيف احنا كنا قبل ما نباشر بهذا الهدف، لازم يكون عندي طريقه كيف اقيس هذا الهدف بعد ما احنا اجرينا عملياتنا المختلفه، العمليات الاداريه المختلفه. الشرط الثالث انه يكون هذا الهدف واقعي. شو يعني واقعي؟ انه يكون هذا الهدف يؤثر واقعي، يكون منطقي، اقول قادرين، معقول. هلا لازم الهدف يكون شو بنسميه، في تحدي، في نسبة تحدي، نحط نسبة تحدي بهذا الهدف، لكن نسبة التحدي لازم تكون نسبة معقولة. وكيف نحدد النسبة المعقولة؟ لازم نطلع على الشركات أو على الأشخاص اللي بيعملوا نفس التارجت دكتور يعني بالسوق، ونشوف هدول الناس كيف هم بيشتغلوا، كيف هدول الناس بيشتغلوا، كيف هدول الناس بيشتغلوا، واحنا نشتغل زيهم. تمام دكتور؟ يعني زي التارجت مثلا انه له قابل للقياس ومحدد شو ابيعه وانه منطقي، صح ولا لا؟ منطقي تمام، زي التارجت اللي احنا بنحطه، كيف احنا بنصيغ التارجت. كمان لازم يكون
عند الشرط الرابع، المهم أن يكون فيه مدة زمنية محددة. مدة زمنية محددة يوم، من خلال شهرين، شهر، شهرين من هون لآخر السنة مثلاً، يكون عندي خطة أني أنا بدي أحققه بآخر السنة. لاحظ المثال اللي عندي هون، أنا حكي لك الرفع من حصة المؤسسة من السوق ل 15% في حدود 31 ديسمبر 2016. شوف اللي الأربع شروط انطبقت على هاي الجملة ولا لا؟ مظبوط، الهدف محدد دكتور. إيش الهدف اللي عندي أولاً؟ رفع من حصة السوق. أرفع حصة السوق، حددت الهدف تبعي، يعني هيك الهدف عندي محدد، وين القياس فيه؟ 15%. عندي حطيت 15% وال 15% بنعرف في حصة السوق، في عندي رقم معين موجود اليوم، رقم موجود معين اليوم، بعدين بده يصير رقم ثاني، فبدي أعرف قديش حجم الزيادة فيه، الأول ناقص الثاني تقسيم الأول راح يعطيني ال 15%. 15%. طيب هلا نيجي على المحدد زمنيا. خلال سنة 2016. لا ما أعطيك تاريخ حتى، أنا معاك لآخر السنة 31 ديسمبر 2016، يعني واضح إني أنا زي ما أعطيك هذا الهدف من بداية السنة. هلا بيجي النقطة الثالثة، هل هو واقعي؟ واقعي طبعاً دكتور. طبعاً. طبعاً، يعني بالنسبة لنا يعني في عالم الأعمال نسبة الخمسة والعشرة وخمستاعش بالمية 20% إنه مننا نرفع، المفروض إنها نسبة واقعية. مش فيها ظروف طبيعية. لو كانت النسبة مثلا من إلى مثلا وكنا احنا مثلا بآخر السنة وانت حطت لي 31 ديسمبر، هذا بيكون اشي مش واقعي، صح ولا لا؟ طبعا لو حكيت لك انا ارفع لي حصة المؤسسة ل 90%، يعني ما راح اعطيك بونص انا الا اذا رفعت لي 90%. كنا بنوفمبر مو بديسمبر مثلا، شهر واحد اجي احكي لك انه ما راح تاخذ بونص انت، ما راح اعطيك زيادات انا السنة الا اذا جبتوا لي رفعتوا لي المبيعات 90% عن الشهر الماضي، هل هذا منطقي راح يكون؟ الدكتور يمكن حسب قوة المنافسين صح؟ بدخل فيها يعني قوة المنافسين، لكن بشكل عام لما تطلع عليه بشكل عام هذا هدف بنسميه هدف محبط، لا راح يخلي الناس اللي موجودين لا يجيبوا 90% ولا يجيبوا 10% زيادة، لأنه إذا موظف بدك تربط زيادته ب 90% راح يطلع يعني ما راح أنزاد إلا لما أجيب 90%، فعلى الحالتين ما راح أنزاد، ما راح أجيب 90%، فالتفكير اللي راح يصير عنده إيش؟ ليش أشتغل؟ مش داعي ابذل جهد زياده، ما انا مش جايني زياده على جميع الاحوال. لكن لما يكون الهدف واقعي منطقي واقعي يعني قريب، في تحدي لكن قريب بتحسه ال 10% وال 15%. مظبوط. اي سؤال؟ واضح شو يعني بنعني بال هلا صارنا واضحين شو بنعني بالفاعليه والافشنسي اللي هي الكفاءه، مظبوط؟ لاحظ الكفاءة واحد. هذا الفصل الوحيد أنا عمالي بحكي عن إيش؟ استخدام أمثل للمدخلات، بغض النظر إيش هي المدخلات الموجودة عندي، بشرية، مالية، مادية، معلوماتية. عشان هيك بنحكي عن المدير الكفؤ هو الذي يحقق أفضل النتائج مع التحكم الجيد في كلفة الإنتاج. لاحظ كثير هلا من التنافس اللي موجود عندنا بالمنتجات المختلفة اللي موجودة بالأسواق، تقريبا السعر بيصير معروف للكستمر، للزبون، سعر واحد، مظبوط؟ انت كيف بدك تربح؟ بدك تحكي لي انه انا بدي ارفع السعر، فبدي ارفع هامش الربح. رفع هامش الربح في حد معين بنقدر نرفع هامش الربح تبعنا، لكن في عندنا منافسين، مش انت الوحيد اللي موجود بالسوق. فبالنهايه سعرك بده يكون قريب من سعر الناس اللي موجودين داخل السوق. طيب كيف انا ممكن اربح زياده عن اقلل من التكلفه؟ اخفض التكلفه. وهذا تخفيض التكلفه هذا من الاشياء اللي بتميز المدير الكفؤ، انه بيخفض تكلفه الانتاج، بيخفض الكلفه عليه. خفض الكلفه بتبيع بنفس سعر المنافسين، فانت بالتالي بتبين انك انت بتربح اكثر منه. نسبه الربح تبعك بتكون اعلى من نسبه الربح الموجوده عندك. اي سؤال؟ دكتور بكون لها حسبه اقتصاديه مثلا انه اذا ببيع بالشيء هذا لازم بعد ما يحسب ضريبته ويحسب اموره، اذا باع بزياده ممكن يخسر، اذا باع باقل ممكن يخسر، بس في لها نقطه محدده انه يقدر يبيع ويكسب اكثر من الغير. لا وبشرط دائما، لاحظ بشرط دائما، نتذكر دائما انه ايش؟ انت لست الوحيد الموجود في السوق. مظبوط. الزباين الموجودين بالسوق عندهم خيارات، يعني مثلا اذا اخذت على اي شيء بنعماله بنباع بالبيت، خذ على الساعه بصفتنا لسه ما تغديناش لا انا ولا انتو صح؟ وجبه شاورما مثلا قديش معدل السعر اللي موجود؟
دينارين ونص. كم؟ دينارين ونص. 80 هيك. دينارين وربع، دينارين ونص. بجوز حدا يكون عنده اشياء مميزه يعطيك اياها بدينارين و60 مثلا، دينارين و65، لكن اذا نفس الوجبه موجوده بمطعم الف وهذا ببيعها بدينارين ونص او اغلب الناس ببيعها بدينارين ونص، وانت عندك اشياء مميزه فعلا، انه عندك اشياء مميزه، تقدر تبيع هاي الوجبه بخمس دنانير؟ لا. سؤال، مين راح يشتري منك بخمس دنانير؟ ولا حدا. او عدد قليل جدا من الناس، وبالتالي العدد القليل جدا جدا من الناس هذول اللي بيدوروا على الطعم المميز والخدمات المميزه اللي انت بتقدم ما راح يكونوا بكفوا انهم يصرفوا على المطعم اللي انت موجود فيه. بالنهايه في عندك سعر، انت بدك تبيع في سعر متوسط سعر حسب الناس، حسب السوق اللي انت موجود فيه، ما بتقدر ترفع سعرك كثير. هلا بدك تحكي لي انه انا فاتح مطعم مثلا ببيع شاورما، وصاحبي فاتح مطعم شاورما وهو بربح اكثر مني، يعني اخر الشهر بيطلع له فلوس اكثر مني. هذا الشخص بيكون ايش بتميز عنه؟ يكون في عندك تميز فيها، عنده تحكم جيد بكلفة الإنتاج. ممكن إنه ببساطة شيء واحد بيعمل، عندك نفس عدد الموظفين الموجود عنده، بتدفع أنت ويا نفس الإيجار، تدفع نفس فواتير الكهرباء والمي والفواتير المختلفة، لكن ممكن هذا الشخص يكون بيشتري اللحمة بالجملة مثلا، أنت بتشتري اللحمة تبعتك بشكل يومي هو بيشتريها بالجملة. هلا إذا بتشتري بالجملة المفروض إنه سعرك بيكون أقل، مزبوط، الكلفة تبعتك أقل بتكون، كوست أقل، صح صح صح. لاحظ هذا شيء واحد بس تعمله انت، فرق السعر انك تشتري الجمله ولا مفرغ تشتري بشكل يومي ولا تشتري بسعر الجمله، هذا راح يعطيك ايش؟ انت بتبيع انت بنفس السعر بس راح يعطيك ربح اكثر، راح ينعكس انه عندك راح يكون ربح اكثر من الشخص اللي بيشتري المدخلات تبعك بشكل يومي. ممكن تكون عنده فكره غير تقليديه هو ينجح فيها تميزه، مثلا يعني نحكي مثلا توصيل مجاني. ممكن، اي نعم، هذا ايش؟ عنده توصيل مجاني مثلا، هذا ميزه بيكون عنده، هذا اللي هو اللي بنحكي عنه ايش؟ هذا اللي هو المصطلح الثالث اللي بدنا نحكي عنه، مصطلح الميزه التنافسيه. كيف يكون عندك ميزه تنافسيه؟ شو يعني ميزه تنافسيه؟ يكون عندك شيء مميز انت بتقدمه للاخرين ما بيقدمه، او شيء انت بتقدمه افضل من الاخرين. هلا تقريبا كل الاردن صارت باخر سنتين بتعاملوا بالدليفري، مزبوط، توصيل، لكن في محلات معينه هلا انت بتيجي تطلب منه وبتتذكر بعدين باخر لحظه بتحكي لا ما بدي اطلب منه، ليش؟ بحكي لك هذا بيطول بجيب لي الاكل بارد. في ناس اخرين بتميز انه ايش بعد 10 دقائق بيكون عندك، هي ميزه بك. كل ما كانت عندك ميزه او استطعت انت في العمل اللي انت بتكون فيه تخلق ميزه بتميزك عن الاخرين، بتخليك مختلف عن الاخرين، هذا راح ايش يعمل لي؟ راح يعطيني قدره على انه يكون عندي سلاح داخل السوق اللي انا موجود فيه، وهذا بالتالي راح يسمح انه ايش؟ اني راح اضلني موجود بالسوق لفتره طويله. هذا اللي بنسميه ديمومه، انه انا العمل اللي انا بقوم فيه راح يستمر لوقت طويل او لوقت اطول. تمام؟ فهمنا شو يعني مصطلح الكومبتيتفنس او مصطلح التنافسيه؟ انا بتنافس مع شركات بالسوق، بس انا اللي بيهمني دائما بتنافس، بس ايش اللي بيكون بيهمني بموضوع التنافسيه؟ بيهمني يكون في عندي ديمومه بالتنافسيه. كيف بدي يكون عندي ديمومه بالتنافسيه؟ لازم يكون عندي ميزه. اذا ما كان عندك ميزه لازم تخلق ميزه، لازم تخلق ميزه، انت لازم تخلق ميزه، وهي الميزه تعلن عنها للناس اللي موجودين، هي سر من اسرار ما بتعطيه للمنافسين، لكن الناس اللي عندك اللي بيتعاملوا معك مع الزمن راح يصيروا هذول الناس بيعرفوا انه انت عندك ميزه، مثلا زي توصيل سريع او توصيل مجاني، او زي اللي بنشوف الناس عندهم ميزه تنافسيه، بتشتري من عندهم شيء بتحصل على الغرض الثاني بنص السعر، عروض، عروض، بيعمل لك عرض معه، هاي العرض هذا اللي هو بتعملك تعمل ميزه بتميزك عن الناس الاخرين. لاحظوا بعض المحلات التوصيل مثلا هلا صار يحكوا لك انه اذا بتشتري ب 20 دينار فما فوق توصيل مجاني، اذا بتشتري باقل من 20 بتدفع دينارين توصيل. هلا ليش بيعملوا هيك؟ شو اللي بيربحوا؟ انت بالغالب بيكون عنده الاشياء تبعته عباره عن الاشياء اللي ببيعها بتكون اشياء اقل من 20 دينار، فكيف هو بده يخليك تصرف تخلي يعني اكثر من 20؟ في ناس كثير راح يفكر انه انا بدل ما ادفع الدينارين لا بطلب الاوردر دبل مثلا، او بدل ما انا شاري قميص واحد بشتري قميصين، بشتري لون ثاني عشان ما يدفع، بس هو شو بيكون كسب؟ يكون كسب انه باعك قطعه ثانيه.
يعني بمعنى انه جاب ريفينيوز اعلى، جاب دخل اعلى للاكثر. يعني لو ما عمل هاي الميزه انت ما راح تشتري الا قطعه واحده. صحيح. تمام دكتور، ممكن هاي تكون اسمها الاداره الذكيه، لانه بجذب الكاستمر له بطريقه يعني بتخلي الارباح عنده ترتفع بشكل مباشر. صحيح، كثير من الشغلات بيعملوها المحلات او بيعملوها اصحاب المحلات احيانا اشياء غير متوقعه. يعني مثلا كثير من شركات السيارات، مثلا انت بتاخذ السياره عشان تصلحها، مزبوط؟ بدي اصلح بالسياره بركات، بدي اصلح بالسياره اي شيء، لما نيجي ناخذ السياره ايش بنلاقيهم عاملين بالسياره؟ مصلحين البركات وايش عاملين بالسياره؟ تفضل. غاسلينها مثلا. غاسلينها وملمعينها، صح؟ صح. والغسيل فري، مجانا الغسيل. هلا انت ميزه هذا بتخليك ترجع على هذا المكان. بالضبط. هي عباره عن ميزه. تروح على حدا ثاني بيصلح لك، بجوز يصلح لك وياخذ منك 100 و200 ومش بس ينظف لك السيارة، يعطيك السيارة وسخة كمان، بس بالوسخ اللي موجود فيها بالكراج ما راح ترجع له. أكيد إذا كان عندك خيار ثاني، عرفت إنه في حدا بيرسل لك، بتحب إنه تاخذ السيارة مصلحة ونظيفة بعدين. صحيح. تمام؟ هلا آخر مصطلح بدنا نطلع عليه اليوم، اللي هو مصطلح اللي حكينا عنه، اللي الحصة السوقية، الماركت شير. الحصة السوقية. طبعا هدول المصطلحات موجودين عندكم بالكتاب، مجموعة من المصطلحات حاطينهم بجدول بآخر الوحدة، المصطلح بالعربي وبالإنجليزي، يفضل إنك تعرفه بالإنجليزي. دكتور، الشابتر هذا مو مش منزله أنت على الموقع؟ كيف؟ الشابتر اللي بتشرح منه مو نزل على الموقع؟ لا لسه ما نزلته على الموقع هذا. لا ما خلص لأنه لسه، فاليوم هلا إن شاء الله بكرة بنزل لكم اللي شرحته اليوم، بنزل لكم إياه لوحدة. شكرا. شكرا. بس بدنا نعتمد على الكتاب، هلا كتابنا بدنا نقرا الوحده الاولى للي ما كانوا معنا باول المحاضره، بدنا نقرا الوحده الاولى، باخر الوحده الاولى راح تشوف انه في جدول، هذا الجدول موجود عليه مصطلحات، بعض المصطلحات الهامه بنسميها مصطلحات هامه بالاداره، وحاططها بالعربي وبالانجليزي، مزبوط؟ مزبوط. هذول بدنا نطلع عليهم واحنا نقرا، بدنا نطلع عليهم، يعني بدنا نعرفهم بالانجليزي ايش هم. ايش معنى المصطلح بالانجليزي؟ عربي انجليزي. حدا فيكم ما بيحب الانجليزي؟ اسهل من العربي دكتور. يعني الاداره بصراحه من العلوم اللي يعني احنا مقصرين العرب فيها، بس هي من العلوم اللي بتدرس بالانجليزي، اوضح بالانجليزي، اوضح من العربي. مش الغلط في الاداره طبعا، الغلط فينا احنا، ان احنا ما بنترجمش بالشكل الصحيح، او ما عندنا ناس يترجموا بالشكل الصحيح. هلا اخر شيء ذكرنا احنا اشي حكينا عنه، اخر شيء راح احكيه بمحاضرة اليوم، وبعدين بنترككم ونكمل المرة الجاية. هل الإدارة علم؟ هل الإدارة فن؟ ايش رأيكم؟ هل الإدارة علم ولا الإدارة فن؟ فن. فن. دكتور، الإدارة تعتبر فن وعلم مع بعض. فن وعلم بالضبط. فن وعلم مع بعض. بالضبط. هي صراحة الإدارة عبارة عن ايش؟ عبارة عن مزيج من الطرفين، علم وفن، يعني احنا كلنا بندرس، كل الناس اللي بيشتغلوا تقريبا مدراء كلهم درسوا اداره، وكلهم درسوا بكالوريوس وماجستير ودكتوراه واخذوا دورات اداريه، لكن اللي بنشوفه دائما او اللي بنطلع عليه دائما، هل كل المدراء اللي موجودين ناجحين؟ لا طبعا. هل كل المدراء اللي انت اشتغلت معهم، اذا اشتغلت باكثر من مكان، كل المدراء اللي انت اشتغلت معهم كنت تشوف انه هذا المدير يعني فهمان وبتحب هذا المدير؟ الاجابه لا. لا. تفضل ناس على ناس، حتى داخل المؤسسه في مدير معين بتحبه اكثر من هو غير، بتحس مع انهم اثنين درسوا نفس هلا هاي الماده، ماده مبادئ الاداره، كل المدراء اللي موجودين بالدنيا اول ما بلشوا يدرسوا اداره باول فصل بدرسوها، وبعدين بدرس اداره اثنين، وبعدين بدرس اداره استراتيجيه، وبدرس اداره عمليات، وبدرس مانجيريال اكاونتنج، اداره العمليات المحاسبيه واداره العمليات الماليه. يعني كعلم الكل بدرس العلم، الكل بدرس النظريات، بقدم امتحانات وبنجح بجوز يجيب ميات فيها، لكن ما وجد انه مش كل الناس بيكونوا ناجحين، مش كل الناس بينجحوا بالاداره، مما يدل على انه في شيء اخر بلزمك عشان انت تنجح بعمليه الاداره، اللي هو جزء الفن بالاداره. شو يعني جزء الفن بالاداره؟ متى يجي الفن بالاداره؟ الفن انه انت متى تاخذ قرار، متى تستعمل، متى تطلب من حدا شيء معين، شو هي الاشياء اللي تطلب، هذا بلزمه ايش؟ نوع من انواع الفن. الفن في الطلب، انه كيف تخلي الناس يقوموا ب
اعمال اكثر، واكيد يعني منكم جربوا واشتغلوا مع مدير معين، ممكن انت تقبل انه تشتغل معه ويخلص دوامك الساعة 3 وتضلك موجود معه للأربعة ولا للخمسة وأنت بتشتغل وما حدا راح يدفع لك على الساعتين الزيادة. شو اللي خلاك تضلك بالمؤسسة؟ ما حدا بيجبرك تضلك بالمؤسسة، مش ما حدا جابرك تضلك داخل المؤسسة. اللي جابرك إنه إيش؟ بتحب تشتغل مع هذا الموظف أو هذا المدير اللي موجود عامل لك عملية جذب مخليك تحب الشغل اللي أنت بتشتغل فيه. في ناس آخرين يعني في مدراء آخرين تشتغل معهم اللي هو النقيض تماماً، دوامك بيخلص على 3 من 2 ونص بتكون مطفي أجهزتك. شو ما طلب منك ما راح تحكي له بكره، راح تيجي تكمل معه بكره. فلاحظ انه ايش بنقصد ببساطه لما نيجي نلخصهم يعني كملخص، شو يعني بنعني بالاداره كعلم؟ انه الاداره في نظريات علميه متراكمه، معلومات متراكمه، وتستخدم بطريقه فعاله اساليب رياضيه واحصائيه واقتصاديه، يعني المدير كل المدراء درسوا رياضيات واحصاء ودرسوا اقتصاد وبيستخدموا هالنظريات العلميه في اداره المنظمات المختلفه. الإدارة الحديثة هلأ تعتمد على تطبيقات إلكترونية وتعتمد على الكمبيوتر وعلى الحاسبات الآلية وعلى الكمبيوترات وعلى التحليل الأعمال اللي على الـ Artificial Intelligence اللي هو ذكاء الأعمال اللي هلأ من الأشياء الجديدة جدا يعني في علم الإدارة. E-marketing. تفضل. نفس E-marketing دكتور صح؟ الإي ماركتنج اللي هو الانترنت، يعني بنستخدم الديجيتال ماركتنج والاي ماركتنج، بنستخدم اشياء كثير، تطبيقات حديثه وتطبيقات جديده بعلم الاداره. هلا كمان الاداره عباره عن علم، في نظريات، والنظريات زي ما رايحين نشوف، مع انه راح ابعد انا عنكم سنس، انتم مش طلاب اداره، ما راح ادخل معكم كثير بعمق بالنظريات الاداره، انتم طلاب محاسبه فبهمنا تعرف فكره عامه عن ايش يعني اداره فقط، ما بهمناش ندخل بنظريات زي طلاب الإدارة، ندخل بنظريات نظريات عميقة بالإدارة أو بشكل معمق. لكن الإدارة تعتمد على نظريات، وطبعاً هاي النظريات كمان مرتبطة بعلم النفس. ليش مرتبطة بعلم النفس؟ إحنا بالإدارة مثلاً كثير شغلات، كثير من النظريات بندرس علم النفس على الأقل. يعني أنا من الناس اللي على الأقل لما كملت الدراسة بعد البكالوريوس مثلاً بالماجستير والدكتوراه، كثير من المواد اللي درستها كانت عبارة عن مواد علم النفس. ليش؟ موارد بشرية بتعامل أكثر شيء. صح. أنا بالآخر أتعامل مع بني آدمين، مع ناس، بدي أدير الناس. هلأ عشان أدير الناس بكفاءة وفاعلية لازم أفهم هذول الناس كيف بيفكروا وشو بيحسوا وشو كيف بيفكروا، لازم أفهم كيف كل مخ كل واحد فيهم، شو الطبائع المختلفة اللي موجودة عند الناس. هذا بلزمك إيش تدرس؟ تدرس أشياء بعلم النفس، وتدرس أشياء بعلم الاجتماع، وتدرس أشياء بعلم الأعصاب. في تطبيقات كثير موجودة، نظريات بعلم الأعصاب والاجتماع وعلم النفس، نظريات مستخدمة بالتسويق، دراسة التسويق، دراسة سلوك المستهلك في الموارد البشرية تحديداً، كيف نتعامل مع البني آدمين، كيف نوزع الشغل، كيف نحفز الموظفين الموجودين عندنا حتى يقوموا بأعمالهم بطريقة بكفاءة وفاعلية. ولاحظ أنه المدراء بشكل عام انه المدير يتبع من منهجا علميا في اداء عمله، يعني بيشتغل والطريقه تبعه في نموذج معين، حتى لو ما كان مكتوب مع الممارسه في عنده نموذج علمي، نموذج معين، هذا النموذج هو بيمشي عليه بحياته، بيمشي عليه باداره المؤسسه، يعني طريقه لاداره المؤسسه. لما نطلع على الاداره كفن، الاداره لاحظ انه انا بالاداره بحتاج لمهارات، والمهارات هي بدها فن، حتى احنا مهارات خاصة، مهارات القيادة. مش كل حدا ممكن يكون قائد، ممكن انت تكون مدير، لكن وارد جدا تكون مدير ناجح لكن انت لست قائد ناجح. في فرق بين شو يعني قائد وشو يعني مدير، وهذا من الاشياء اللي رايحين ندرسها بهالمادة. طبعا المهارات المختلفة كيف حدا بيقوم بشيء معين، هذا ما له دخل بأي علم من العلوم الموجودة، هي عبارة عن قدرات شخصية تختلف من شخص إلى آخر. كمان إنه الإدارة كفن تتعلق باتخاذنا للقرارات، زي ما حدا من زملائكم كمان ذكر هاي النقطة، اتخاذ القرارات. لاحظ اتخاذ القرارات في كثير من الأحيان القرار يعتمد على الحاسة السادسة، إنه المدير شو الحاسة السادسة اللي عنده، يعني بيكون في عنده طريقين يمشي فيهم ألف وباء. الحدث اللي عنده بيخليه يمشي في طريق باء مش طريق ألف، أو يأخذ طريقة باء مش طريقة ألف. سبب الحدث إنه عنده خبرة سابقة، عنده خبرات سابقة، عنده حدث.
عنده توقع، قدرته على التوقع عالية جدا. كمان لاحظ بندرج تحت الفن. تفضل. بندرج هذا تحت الفن؟ إنه هو إيش؟ إنه هو بين الفن وال والعلم يعني الإدارة، فهذا الشيء بندرج تحت الفن. هو عنده الحاسة هذه مثلاً أو الخبرة. عنده الحاسة هاي، يس، عنده حاسة توقع عالية جدا. كمان بيحكي لنا إنه إيش؟ إنه المدير مطلوب منه يدير عدد كبير من الموارد. لاحظ لما حكينا عن الموارد، بشرية، مالية، معلومات، حكينا عن موارد كثير. هلأ عشان حدا يقدر يدير موارد، يعني يقدر يدير، يعني هذا المدير مسؤول عن كل الناس اللي موجودين داخل المؤسسة، كل الأعمال اللي بيقوم فيها، هذا بيلزمه شيء أكثر من العلم عشان يقدر يتحكم فيها، وعشان يقدر يسلم المنتجات أو يسلم المخرجات بوقت، بالوقت المحدد له، بيلزمه مهارات. المهارات الخبرة هاي بتكون دكتور صح؟ الفن أقرب منها للفن من العلم. من الخبرة بقود الفن هذا صح؟ بيجي مع الخبرة، لكن حتى في ناس مع الخبرة ما بيصير عندهم المهارة، أحيانا ما لها علاقة بالخبرة. المهارة هي إتقانك لشيء معين. فإذا أنت بدك تضلك 20 سنة تشتغل شيء عندك شيء معين، تضلك تشتغله بطريقة خطأ، راح تضلك حتى لو صار عندك خبرة 20 سنة راح تضلك تعمله بطريقة خطأ. برضو حسب حبك للإشي هذا، يعني إذا أنت بتحبه ممكن تتقنه وتحبه. تتقنه وتحبه وتأديه بطريقة أفضل من الآخرين. مزبوط. يعني الإدارة بشكل عام لما نطلع عليها كفن، كيف أنا أقدر أطلب من الناس وأخلي الناس اللي عندي يشتغلوا بأقصى كفاءة وأقصى فاعلية موجودة عندهم ويحققوا لي أهدافي وهم حابين الشغل اللي هم بيشتغلوا فيه. ما يكون بيشتغل زي حدا بيشتغل وبكون حاسس إنه بيشتغل فقط مغصوب، أو حدا بيشتغل بس عشان يجي آخر الشهر ياخذ الراتب تبعه ويروح. أي سؤال؟ سلامتك دكتور، بس دكتور عشان عندنا محاضرة بعديها، في مجال أطلع ولا بدك تاخذ حضور غياب؟ يعطيكم العافية. هلا كلكم حاضرين ما عدا واحد. تمام، وهذا الواحد مش عارف يدخل على الموقع، طالب جديد. بعث لي على الواتساب. يعطيكم العافية، والمحاضرة إن شاء الله بتلاقوها مسجلة إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور. يعطيكم العافية، السلام عليكم. دكتور. تفضل. Gracias.